صباح الخير. ها اعطيها واحده. ها الاخوان هذه ها هتولوا تسمعوا بزاف في الفيديوهات الجايين، حتكون هي الانترو اللي جي ديالي. ماشي ابداع، احنا بنبدع في الانترو وداك الشيء. وها اليوم اجي عندي سماره يا ولاد، اجي عندي سماره صاحبي، اجي عندي قبل يومين يعني صاحبي فلسطيني سماره، اجا بغى يزور مدينه الرباط، ولكن انتوا عارفين خوكم هيوديه على اجمل المناطق. عندي فين غيمشي ياكل خنزو بنين، فين غيمشي ياكل كبده، فين غيمشي عرفتوا السوق داكشي، مي ديك المناطق اللي باغيهم ما غنديهمش حتى الاخر، عاد ندير شي جوج ولا ثلاثه. وها هبرعك اليوم، عارف شنو هبرعك؟ هبرعك اهم حاجه، اهم حاجه تستفيد من اليوم هي غادي نخليك تولي مغربي دوريجين، يعني مغربي 100%. علي صوتك تمام، اعطيها واحده. يلا نبداو على بركه الله. اشتركوا في القناه، تقول لهم يشتركوا ويفعل، اشتركوا في القناه يا جماعه الخير، مان ادعموا الشاب، حطوا لنا كومنتات، حطوا كومنتات وسبسكرايب. يلا بدينا. لحتى تكون مغربي هي الماكله، يعني بالنسبه للفطور ما خصكش تفطر 50 درهم باش تشبع، لا كم 5 دراهم ما تفوتهاش. سير سير دي فطورك، 5 دراهم ما تفوتهاش. الله يخزيك كتاش هادشي، بغي يفطر قوم دابا هادشي الاخوان بوحدو غادي ياكلو، هادشي هكاك بغي ياكلو بوحدو. ياك فطرنا، عجبك الفطور في الرباط؟ مليح مليح. عارف لقيت وين اوديك يا سماره؟ وين؟ بدي اوديك على مكان ما يمكنش واحد يجي الرباط وما يمشيش لي، ما يمكنش. غادي نمشيو لصومعة حسان، نمشيو نشوفوا القبر ديال حسن الثاني محمد الخامس مولاي عبد الله. وجد يلا اضرب الكاميرا بوكس. قول عني عاطل، انا جبتك مكان رائع في الرباط، كي جاك؟ بجنن بجنن، يقطعك مكذبك ما دخلناش. الاخوان للاسف جينا لقينا الصومعة سدينا حتىش عودت هاد كورونا والهبل هاد الشيء كامل، الله يفك اسرنا من هاد كورونا. المهم مكان بجنن، عجبك المكان؟ عجبك. ها بحب اتصور في هاد المناطق انا. المهم باش حتى تعرفوا قصة ها نتمشى ونعود لكم الاسطوري، هذه قصة ها سمار هو المورد الوحيد تاع هاد الكلمة. هاد الكلمة تتقال في أي وقت مع أي جملة مع أي جواب مع أي سؤال مع أي ساعة في أي حاجة، أي كلام في البتنجان. دابا غنديك لواحد البلاصة خطيرة خطيرة، ولكن هاد البلاصة اللي مشيت ليها خاصك تكون مغربي بير، يعني مغربي أصلي، خاصك لازم تولي مغربي أصلي، لازم تاكل هاد الأكل بدي طعمك إياه هسا. هذا أكل بجنن. شو هذا الأكل؟ شوف اسم محلا، اسمه وقع موسيقي لحاله، خانز وبنين، يعني خانز تقرب من تم تشم الريح تدوخ، ولكن بنين طعم واعر. هاي عجبك الحال إن شاء الله، جاهز تجرب هذه المغامرة؟ يلا على بركة الله. واه دابا قول لي أنت بصوت عالي فين غنمشي دابا؟ خانز وبنين. شنو غنديرو في خانز وبنين؟ اقول شو ولك ليش بتحشم لما تشوف البشر؟ انا شنو شنو فين غنمشيو؟ بدنا ناكل خانز وبنين. متحمس عشان تاكل خانز وبنين صح؟ بدي اشوف شو دير. شوف بربي تغنصيفتك من هذا الرباط مشمكر، غنصيفتك صافي، غندوق ليك العرق، غنفورماطيك عاد نصيفطك، واش كيحسب لك فلسطيني يجي المغرب حقك تبقى فلسطيني؟ قبلي تنفورماطي تاسيلتك، عندي ياكل خانز وبنين يتقلب وحده غيقول تشريح بنادم تشمالنا كاينه ولا سمروش؟ كاينه. انا بدي اعلمك كيف تحكي مغربي شويه. رانا كنعرف نهضر صاحبي، مالك هذا بوجدية كتعرف تهضر؟ ركز معي ركز معي، لا 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 انا بدي اشرم لك شويه. ايوه قول. يلا قول تشا 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 تشريح 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 بنادم. لا تشريح بنادم، لا مش هيك، تشريح بنادم تشريح بنادم. اتشب ربي ما نعرف، اتشب ربي ما نعرف، واشتي دابا واشتي دابا واشتي دابا واشتي دابا. وخلينا ترونكي الله يرحم الوالدين.
قول. خلينا ترونك الله يرحم الوالدين. يا يلا حيد حيد. قول. شو حيد؟ يلا حيد حيد. يلا حيد حيد. هانت هانت اللي عرفت تقول هذا صافي. شي. يلا رل ما عنده باجاج. يلا رل ما عنده باجاج. رل. يلا رل ما عنده باجاج. معلم. بالله والله تخن شرب له بالله. جبت سمارة حدا الخنزو البنين الاخوان هنشوف غنكم مندي لي دابا. السلام عليكم. دير لي شي نص في حوتة سردينة وحدة وحدة معقودة ودنجالة وصلادة ودير لي تالباربة. اوكي هندو خنزو بنين دابا. يلا سير جرب جرب ودعي لي جرب العظمة الاولى. اش كاين؟ ايه؟ ها عجبك؟ يلا سير ضرب ضرب. لا لا ضرب زيد كمان واحد باش نتاكد. وانا بدي ازيد بس بحكي لك كيف التصوير. ها حشمت؟ مش حشمت بدي اعرف كل يوم يعمل لي طرق. باغي نجرب سماره بعد العضه الاولى من الخنزو بنين مش ولا مغرب ولا ايش كاين دابا؟ صافي دابا وليت مغرب اشي حيد عليا. يلا كول ماشي. يلا اضرب اشوف ولا تضرب اضرب ولك. خلاص يا زلمه والله لا توكل زلمه والله لا توكل عشان اضرب. انه الوحش المفترس من فصيلة التماسيح. دابا صافي دابا على ما اعتقد مغربتك ياك دقيتك لبرت مغربيت مالك مش قادر تحكي. انا شوف شوف الترموي دركبك في الترموي. لا يا رجل بتحب تركب الترموي وعلى صوتك انا عن اسب اليهود. بحب الترموي انا ما انا بموت فيه. هاي طعمته خنزو بنين عجبوا الحال. هسه للاسف غادي نركبوا ترموي وغادي ندي لمحطه القطار باش يقطع ويمشي في حاله صافي. يمشي لطنجة. هاي يمشي لطنجة. باغي تمشي الشمال. انا علمك شي حوايج باش ملي تمشي ما توحلش تما. لما بدك تسول احد واحد بده يحكي معك كلام ما عجبكش غتقول لي شني عندك العايل. قول شي شني عندك العايل. شني عندك العيل؟ شني عندك تقول لي هيدا؟ شنو شني عندك تقول لي؟ شني عندك تقول لي هيدا؟ هيدا؟ بيحكوا شرقي بيحكوا هيدا، شني عندك تقول لي هيدا؟ لا هيدا هي يعني بحال هكا. ما هي شني عندك تقول لي هيدا؟ شنو عندك تقول لي هيدا؟ ما تقولش هيدا ما تقولش هيدا. نشبر تاكسي نشبر تاكسي نحوسو نحوسو معلم. دابا دابا بغيت فاش كتكون مع صحابك تقول لي دراري يلا مشو نشبروا تاكسي الخاوه. قول دراري يلا نمشي شو يلا نمشو نشبروا تاكسي الخاوه. يلا نمشي نشبروا تاكسي الخاوه. الله يا خاي الله يا خاي. يلا برافو عليك. دابا نصيفطو مريقل انا ما تخافوش امشي قطعوا لي في التران وحوش. انا غادي نسال الفيديو نخليكم لقطه في الترامواي ولقطه في لاكار وتهلاو في ريوسكم وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس و